السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة هنعمل إثبات سحب جديد ب50 روبل. الموقع ده يعني موقع رهيب رهيب، يعني كسبت منه مكاسب داخل على 2000 روبل لغاية الآن. الموقع كويس جدا، بس في بعض الأشخاص اللي بدأوا يشتكوا من الموقع إن هو ما بيدفع لهمش. وفعلا في ممكن يكون الناس ما تفعلهمش، الموقع طول والارباح فيه عاليه جدا. فانا كده يعني انصح بعدم الاستثمار فيه، خلاص كده الموقع كده ايه هيبدا يبقى فيه مشاكل. فانا كده شغال عليه لحد ما اشوف، اول ما هيحصل معايا اي دروب ان الموقع ما يدفعش هوقف الشغل وهشيل رابط الموقع، وكده يبقى الموقع خلاص. بس انا الحمد لله الموقع لحد الان شغال وبيدفع، وبعمل فيديوهات لاني شايف الموقع كويس وبيدفع. انا دلوقتي هسحب 50 روبل وهنشوف مصداقية الموقع. ادي 50 روبل وهحط رقم المحفظة وهخش على بنك الباير. هلاقي هنا اخر حاجة واصلة لي 20 روبل و5 سنت، وهعمل طلب دفع. تمام، السحب وصل ومفيش اي مشاكل، زي ما انتم شايفين نجح السحب اهو. لو دخلنا على الصفحة الرئيسية، يعني مبروك للناس اللي اشتغلت في الموقع ده بصراحة، يعني حققوا منه ارباح كويسة جدا. واحنا نفسنا ان احنا نوصل الناس كلها وتربح من موقع زي ده، لان طول ما انت شغال في موقع هيقابلك تخسر منه، موقع هيقابلك تكسب منه، موقع هتجمع منه ارباح كتير، موقع هتلاقيه ضعيف. فايه الشغل على الانترنت هتلاقيه بالطريقة ديت، مفيش حاجة دايما على طول، يا خسارة يا مكسب. بس ان شاء الله اللي جاي كله هيبقى ايه مكسب بإذن الله، والخسارة نحاول ان احنا نقللها على قد ما نقدر. زي ما انتم شايفين انا ساحب لغاية دلوقتي 1787. الموقع كويس جدا لحد الآن. وادي سحب الصفر، ونخش على بنك الباير هنعمل ريفريش اهو. 49 روبل و52 سنت بعد عمولة البير اهو، ده اسم الموقع. وبكده الموقع شغال وبيدفع. وعن نفسي انا شايف الموقع لحد الآن كويس جدا. كده اكون انتهيت من الشرح. ولو عجبك الفيديو متنسوش دعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.